العلاجات كنعرفوا اون جينيرال ديال الادويه ولا كلشي كيبعد منهم لان عندها خطوره اوسي على الجسم على بزاف لي زورغان. الوغ لا العلاج الطبيعي يمكننا نستعمله. اول علاج طبيعي اللي كنحبطو واللي كنوصي به الناس اللي كيجيو عندي بزاف هو الحجامه لو كابينغ ثيرابي، تقنيه الكؤوس او هادو لي فونتوز اللي كنخدموا بهم. الحجامه كما كنعرفوا كنتخلصوا من السموم لي توكسين اللي كيكونوا تجمعوا لينا في لو سون، وبالتالي كنحسوا بواحد الارتخاء، كنحسوا بواحد الراحه، كنحسوا بالاكسجين كما كنقولوا دار لينا في العريقات الدم كامل، وبالتالي كتكون كيكون كما كنقولوا واحد الحاله ديال الراحه البدنيه وحتى اوسي ديال النفسيه. الوغ الحجامه من بين العلاجات اللي كتخلص الناس من هذا الارق، من التعب، من كما كنقولوا لا نيرفوزيتي، من لونكسيتي اي لا فاتيك. الوغ من بعد علاج ديال الحجامه، الحجامه كما كنقولوا يمكن اننا نديروها في المرات الاولين حتى لثلاث مرات في الشهر. يعني دكتور عفوا باش ما تفوتنيش الفكره، الحجامه واش اللي كيعاني دابا الان من الارق في شهر رمضان واش مسموح له انه يعمل الحجامه وهو صايم؟ اكيد بالعكس، حتى في الايام العاديه كنقولوا ان الانسان ما يكونش واكل، هي بالعكس الصيام محبوبه غير مكروهه بالنسبه ليها. يعني ما عندهاش اعراض جانبيه او لا شيء؟ لا بالعكس حنا نورمالمون خاص المعده تكون خاويه باش نديروا الحجامه. حنا كنطلبوا من الناس انهم يجيو من غير رمضان مثلا انه يكون ما واكلش ولا ما فطرش عاد باش نديروا له الحجامه. تماما، احسن ان المعده تكون كما كنقولوا فارغه. الوغ بالنسبه للعلاجات اللي كتجي من بعد الحجامه، كاين العلاج بالوخز بالابر عبر الاذن. الوغ كنعرفوا ان الاذن هذه افيكاس، يعني الطريقه يعني كتعطي نتائج. هي بالنسبه للوخز بالابر معروف بالعلاجات الخاص بالارق وبالفاتيك اونكسيتي بالخصوص. الوغ كنعرفوا ان السيستم نيرفو ديالنا كله عبر كيدوز عبر الاذن. يعني هذه التقنيه ديال لوريكولوثيرابي او الوخز بالابر عبر الاذن خاصه بالارق، لانسومي، هاد لا فاتيك، لونكسيتي، كاع الاضطرابات اللي كيجيونا عصبيه او لا غيرها كنتخلصوا بها غير بهذوك الوخزات بالابر عبر الاذن.